استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي، حيث ركز الطرفان خلال اللقاء على تطورات الأحداث في غزة. أعرب كل من الأمين العام ورئيس المفوضية عن رفضهم القاطع لقتل المدنيين الأبرياء، وأكدا على ضرورة توفير الحماية الكاملة لسكان قطاع غزة والحفاظ على أرواحهم وضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة لإيصال المساعدات الطبية والإغاثية إلى القطاع، إلى جانب الوقف الفوري لجميع أشكال التصعيد.